أشرف الأعراب والعجم، خير من يمشي على قدمي، باسط المعروف جامعة، صاحب الإحسان والكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الله وحده على نعمائه وآلائه، ثم أشكر لكم في هذا المسجد إدارة وعمارا، ولصاحب الفضيلة الشيخ بشير غفوري الذي أكرمنا هذا اليوم وتوج الإكرام بهذا اللقاء مع هؤلاء الأحبة. أسأل الله أن يجمعنا لكم في الجنة كما جمعنا في هذا المكان المبارك. أحبابي، ليس فينا أحد إلا أن يكون والداً أو أخاً أو له صلة بهؤلاء الناشئة وهؤلاء الأجيال وهؤلاء الأبناء، ولا مناص ولا محيص من هذا. والأمر الخطير الكبير هو أن هؤلاء الناشئة يتربون على ما يرون ويسمعون. فكلنا يعلم أن الأطفال الصغار أعينهم أكثر دقة من كاميرات التصوير، وعقولهم أكثر حفظاً من آلات التسجيل، فهم يخزنون من الأصوات ما يسمعون وبه ينطقون ويتكلمون. وإلا فمن أين يعني تأتي اللغة للأطفال؟ اللغة اكتساب بالسمع، هو يسمع أباه وأمه يقولون هذا باب، هذا سقف، هذا جدار، هذا نار، هذا غار، هذا كذا، هذا بارد، هذا حار. إذن هو يكتسبها بالسماع، وأيضا ينظر إلى التصرفات ويحلل على ضوئها ما يرى ويسمع، فهو يعرف أن هذا المشهد مشهد غضب، وهذا مشهد فرحة، وهذا مشهد رضا، وهذا مشهد قلق، وهذا مشهد انزعاج أو قبول أو رفض. إذن نحن نتفق على أن هؤلاء الأطفال الذين نظن أنهم لا يأبهون، يعني لا نأبه بكثير مما يسمعون منا، هم أدق تسجيلاً للكلام من المسجلات، وأدق تصويراً للمشاهد من هذه الكاميرات. من هذا نعرف كيف نتعامل مع هؤلاء على ضوء هذه الحقيقة. وهؤلاء أيضاً هم أدق من الملفات الموجودة في الأجهزة الإلكترونية. الذي لا يعرف التعامل مع الجهاز يرميه على عرض الحائط، الذي لا يعرف كيف يفتح الجهاز ربما يكسر هذا الجهاز أو يهمله ولا يستفيد منه. فكذلك أبناؤنا كهذه الأجهزة المعقدة، إما أن نعرف الباسورد فنفتح الجهاز وندخل على الملفات، على تويتر، على الواتساب، على الفيسبوك، على البيرسكوب، على 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 إلى آخر هذه الملفات. وإما أننا لا نعرف الباسورد أو المفتاح الرقم السري للدخول إلى هذه الملفات، لا نعرف كيف نتعامل معهم، فيصبحون قطعة فيزيائية في المنزل. نعم هم موجودون، يتحركون، يأكلون ويشربون، لكن الملفات الموجودة في عقولهم وقلوبهم نحن لا نعرف عنها شيء. ومن هنا وجد في بيوتنا أبناء يعيشون ثقافة يخالفون والديهم والأباء والأمهات يعرفون، ويناقضون أسرتهم والأباء والأمهات يعرفون، لأن الأب والأم لم ولا يعرفون الباسورد أو المفتاح الذي به يفتحون جهاز أو عقل أو قلب هذا الطفل للتعامل.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I praise Allah subhanahu wa ta'ala that He gave me this opportunity, and then I praise the committee of this masjid, the people who gathered today and in front of us, so we are all blessed with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. And I ask Allah subhanahu wa ta'ala to gather us all in Jannah again. So there is no doubt, each of us, whether a father or a brother, or and somehow we have a link with children. And these children, they follow and listen whatever their parents do and what they say. They copy their parents. So they are more precise than the mobile phones or iPads, whatever you see. So they catch up and learn the language from their parents. That's why they look at the parents and they learn the language. So, and they learn the behavior as well. Whatever the parents behave, so the child just copy it. So, these mobile phones and other devices, they have their own passwords. So we need, in order to open it, we have to know what is the password. Otherwise, these devices, it doesn't work. Same thing with children, they have their own passwords. If you don't know their passwords, you can't deal with them. Otherwise, you will be throwing away your children. الأمر الآخر أحبابي، وقبل أن نفيض في الرؤية الشرعية في هذا الجانب، أن هؤلاء الأطفال لديهم مستقبلات كما أشرت دقيقة وحساسة جدا، فإما أن نودع نحن فيها ما نريد، وإلا فإن غيرنا سوف يودع فيها ما يريد. يعني عقول الأبناء وعقول الأولاد هي ملفات مفتوحة، من يسبق إلى هذه المساحات التخزينية للأصوات والصور والكلمات فيودع فيها. ولذلك الولد الذي يتلقى كمية كافية من المعلومات الضرورية المهمة اللازمة للتعامل في الحياة يكون لديه مناعة وحصانة جدا ممتازة ورائعة. الأسرة حينما تقصر في ملء الخزانة أو في ملء المساحة التخزينية، هناك من يأتي يكمل هذه المساحة. ولذلك بعض الأطفال 1 جيجا مثلا، إذا الأب والأم أعطوا يعني 1 ميجا بايت، الباقي المجتمع يضع، الإعلام، الميديا، الصور، الأصوات، الأقران. إذا أنت تملأ 1 جيجا، nobody will، يعني لا يستطيع أحد أن يملأ، وإن أراد أحد أن يدخل سيدخل معلومات، ولكن تقابلها يعني معلومات سابقة تفلتر، تقبل، ترفض، توافق، تمانع، تتفاهم، تتوقف، لا تستجيب، لا تنجذب، لا تنحدر، لا تتهاون بما يصلها. إذا قبل يعني أن ندخل في التفاصيل الشرعية، يجب أن نعرف أن أمامنا بالفعل أجهزة حساسة جدا جدا. ولذلك الله عز وجل جعل هذه العقول من أعظم آيات الإعجاز في الخلق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. Before speaking about the Shari'ah or Shari'ah aspect about what we are talking about tonight, inshallah, I have to say these children are very sensitive. And they have a capacity, if we didn't use it properly, somebody else will use it. And they have a lot of black and white fires with them. If the family and the family environment
didn't take the advantage in proper using these things, so they will be fed with other useless information. So if they have like 1 megabyte capacity, and if you didn't use it, the environment, other ideas will come to these issues. So the brain and aql Allah has given these children, so this is one of the biggest miracles Allah subhanahu wa ta'ala has put in these children. ولأجل ذلك فإننا ننتهي أو نستنتج من هاتين النقطتين أن علينا نحن معاشر الآباء والأمهات مسؤولية أن نستمر في الرسائل التخزينية منذ أن يكون عمر الطفل وبلا عجب ولا غرابة. عمر الطفل سنتين يستقبل. 2 years from his age. سنتين حينما يكون عمر الطفل سنتين يستقبل. ولا تقل لا يفهم. هذه الاستقبالات هي ثوابت. يصعب زعزعتها. حتى لو كبر بعد زمن في سن المراهقة انحرف قليلا سوف يرجع إلى المستقبلات في سن التثبيت. ولذلك بعض الناس يريد أن يصحح مسار الأولاد إذا بلغوا سن 11 والثالثة عشر والرابع عشر. Sorry, it's too late. 11, 12, 13, 14, too late. It's too late. نحن ينبغي أن نبدأ في الرسائل التلقينية والتثبيت والتخزين داخل عقل الطفل في هذا السن المبكر. ولذلك ليس عبثا أن يولد الصغير وأن يؤذن في أذنه بكلمة التوحيد عند الولادة في الأسبوع الأول. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر إلى آخر الأذان، ويعق عنه ويسبح. هذه التربية المبكرة، قد يقول قائل وما الفائدة أن يؤذن في أذنه؟ لا، هناك تخزين، هناك ثوابت، هناك كوامل، وهي سوف تستدعى في المستقبل. فهذه النتيجة التي نخلص إليها في ضرورة فتح الملفات لإرسال المواد التي نخزنها في عقول هذه الأطفال من وقت مبكر، ولا نقول هذا الطفل لا يعقل شيئا، لا، هو يخزن. هذا جهاز لا يعقل لكنه يخزن، يخزن الصورة ويخزن الصوت. الطفل في الصغر هو جهاز تخزين يخزن. ولذلك يوجد أطفال يحفظون جزئين وثلاثة وأربعة أجزاء من القرآن وعمره 4 سنوات، صح ولا لا؟ بل يحفظ بعضهم نصف القرآن وعمره 5 سنوات. هل يفهم معاني القرآن؟ لا، لكنه يخزن الصوت ويرتب بنفس الترتيب بنفس التجويد الذي تلقاه. هذه ضرورية، هذه مهمة. بل إن النظرية اليابانية تقول نستطيع أن نتكلم مع الأطفال أو مع الأجنة في بطون الأمهات، وأجروا تجارب على ذلك. أخبرني أحد الفضلاء في مركز في طوكيو في اليابان يقول أجروا تجربة على امرأة في سن في أشهر الحمل، كانوا يأتون بصوت هادئ تلاوة لسورة مريم من القرآن، ويشعلونها دائما عندما يتحرك الجنين في بطن أمه، والصوت ودبدبات الصوت موجهة إلى بطن الحامل. لما ولدت هذه المرأة ولدت بنت، فكانت إذا بكت هذه البنية وجعلوا عندها صوت سورة مريم التي كانت تسمعها أثناء الحمل سكنت وسكتت. إذن هناك استقبال مبكر، هناك استقبال. نحن للأسف لا نعترف ولا نلتفت ولا نهتم ولا نبالي إلا إذا ضاع أو تأخرنا عن وقت التلقين والتخزين. ثم تبدأ بعد ذلك مرحلة بعد التخزين التي هي مرحلة الحوار والمناقشة. كثير ممن يتكلمون عن تربية الأطفال يتكلم عن المعاملة، يعني عملية تتم بين طرفين. لا، هناك عملية تتم من طرف واحد وهي عملية إيداع. أن تضع في عقل وبصر وسمع هذا الطفل الشيء المهم، ومن هنا
نلاحظ خطورة قضية القدوة التي تبدأ منذ الطفولة إلى أن يستمر هؤلاء لينشأوا ويكبروا، ألا تقع أعينهم على المتناقضات، وألا تسمع أعينهم داخل الأسرة، لأن قانون الأسرة معظم في قلب الطفل. تستطيع أن تجعله يعيش في عالم مستقل منعزل تماماً عن العالم الخارجي. هو يعلم أن العالم الخارجي عالم موازي من أجل خدمات يعني حياتية، لكن الصفة، التكوين، الشخصية، البناء، الدين، الأخلاق، العقيدة، اللغة الأصلية، الآداب، القيم هي في قانون الأسرة الداخلي، فهو يعظم هذه المساحة الصغيرة أكبر من تعظيم مساحة الدولة الكبيرة إذا كانت الأسرة تعتني بها. Based on what I have said earlier, so the parents, fathers and mothers, they have to continue in giving and putting in their children, even from the early months and ages of the life, even since they are two years old. So they receive very well. They accept everything. Sometimes they may forget the information they received in the first years or months of the age, but they save it. Later on in the age, they realize it and they rebuild it. So we have to to give the messages from the early months and years. So the reason for Muslims for the Sunnah is when we call Adhan in the ears of a child, because there is a message of Tawheed, oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. So that is a great message. We put it in the child's ears. So there is an experience in Japan, it would happen. There's with some mothers, they experienced some experiences. So there was a lady, pregnant lady, she had a baby in her tummy. So the mother, she tried to put a mobile or whatever, made her child to listen to Surah Maryam. So when the baby came to this world, and she was a girl. And after coming to this world, when she cried, her mother, she tried to play Surah Maryam, and she calmed by listening to Surah Maryam. That's why even before coming to this world, children, they pick up and they learn. After this age, there is the stage of conversation and discussion with the children. There has to be a conversation, a talk within the family. And parents, they have to be a very good example for their children. So the life inside the family, it is very, very important for children, because they learn everything. So their personality, their language, deen and beliefs, everything is learned within the family. They don't pay enough attention outside the family. هؤلاء الأطفال يعيدون إنتاج ما رأوه وسمعوه. يعني ليس فقط هو يستقبل، بل هو سوف يعيد الإنتاج أيضا. الطفل الذي يرى أباه يضرب أمه سوف يتربى على ضرب البنات والنساء ويضرب زوجك في المستقبل، ربما يقع ذلك. الطفل الذي يرى أباه يصرخ بصوت مرتفع على أمه سوف يسجل هذا المشهد ويعيد إنتاجه من الصراخ على البنات والأسرة من جديد. الأم التي تتشاجر دائما مع زوجها سوف تعلم ابنتها ثقافة المشاجرة مع الزوج في المستقبل وتعيد إنتاج هذا الأمر من جديد. الأسرة التي ترى الوالدين يبتسمون في الصباح ستجد أن الأطفال يبتسمون دائما. الأسرة، الأطفال الذين يرون الوالدين يقطبون الجبين، يكفهرون بالوجوه، فسوف يعيدون إنتاج هذا الأمر من جديد.
إذا نحن نرسم, we are drawing, نحن نرسم الملامح والسمات والصفات والأخلاق التي يتعامل بها الأطفال من خلال ما يرون منا, ليس لأنهم يخزنون بل لأنهم سيعيدون إنتاج ما تم تخزينه. The children within the family, they are not just learning, they will produce. They will produce the same behavior they learn from their parents. For example, when we see that somebody hits his wife, or when a child, when he watches or sees that his father hits his mother, so this person, this young boy, when he grows, definitely he will be hitting his wife. Similarly, if there is argument and shouting between a father and mother, so this child will be copying the same behavior with his wife and mother, with his children in the future. If there was a smile on the face of parents in the early morning, so this child in the future will be smiling for his wife, for his children, and so on. So we are at the stage, so we will draw the akhlaq and behavior and information on the faces of our children. نأتي إلى هؤلاء الذرية من المنظور القرآني في كلام الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول: إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم. والله عز وجل يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. والله عز وجل يقول: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فولدي وولدك إما أن يكون قرة عين. إيش معنى قرة عين؟ يعني إذا رأته عينك تسر به وينشرح قلبك له, تتلذذ بسماع صوته, تفرح حينما تراه صغيرا يكبر شابا يافعا رجلا. بل ان البعض من دقه تربيته لولده يقول: انني ارى شخصيتي في تصرفات ولدي, ارى طفولتي في ولدي, وارى شبابي في ولدي, وارى رجولتي في ولدي. لانه تربى او ربى ولده على القيم والاخلاق التي هو يريدها ويعتقدها. فالولد إما أن يكون نقمة وعدو وبلوى, وإما أن يكون قرة عين. هل أحد ينازع في الاختيار؟ يعني لو تقول لأي إنسان: أتريد أن يكون ولدك عدوا لك ولا قرة عين؟ بل إن زوجة فرعون لما رأت موسى عليه السلام لما جاء به إلى فرعون, وكان فرعون يقتل أولاد بني إسرائيل, يذبح أبناءهم ما يستحي نساءهم, ماذا قالت زوجة فرعون؟ قالت: قرة عيني لي ولك, لا تقتلوه عسى أن ينفعنا. إذن ما أحد يكره أن يكون ولده قرة عين الله, لكن هل يكون الولد قرة عين إذا نحن فتحنا بصره على كل شيء وأذنه على كل شيء وعقله على كل شيء؟ لا, لن يكون قرة عين إلا إذا نحن جعلنا هناك قدرة تأثيرية مبكرة وكمية تخزينية كافية حتى نحن نسبق إلى أولادنا قبل أن يسبق الإعلام إليهم والسوشيال ميديا إليهم والمخالطات في المجتمع إليهم. ولذلك البعض أخذ ولده منه ولو كان يعيش ببيته, البعض ولده مسروق منه لكن هو يراه كل يوم
وهو يطعمه ويكسوه ويؤذيه ويداويه، لكن الولد مسروق لأنه احتفظ بكل شيء بجسد هذا الولد، أما عقله وسمعه وبصره فقد سلمه لهذه الأجهزة ولغيرها. ومن هنا نقول قبل أن يعرف الطفل كيف يتعامل مع الأجهزة، ولكن في وقت التخزين والتلقين نحن الذين نسبق إلى التخزين والتلقين. الطفل حينما يكون هندوسيا كيف يتعامل مع المعبد والشعائر؟ يفعل ما يفعلون الطفل. يعني بالأمس وصلتني رسالة، طفلة جميلة وأختها الأكبر منها بقليل أجمل منها، صغيرات جدا، وأبوهم يضرب لهم بالطبل وهم يلعنون عمر بن الخطاب ويرقصون. إذن هو يتلقى، هذا الطفل يتلقى التوحيد أو يتلقى الشرك أو يتلقى النصرانية أو يتلقى الإسلام أو يتلقى اليهودية أو يتلقى أي ملة أو ديانية. فهذا التلقي هو أخطر ما نعاني منه، وهو الذي بدأنا نلتفت إليه في وقت متأخر، لكن يظل الفرصة قادمة في هؤلاء الأجيال. لأن البعض يقول كيف نحن في مجتمع لا تستطيع أن تمنع تواصل عقل الطفل وسمعه وبصره وتفكيره مع المجتمع؟ صحيح، أنا لا أمنع أن يتواصل، لكن تواصل يقابل عقل مليء وليس عقل فارغ. يتواصل المجتمع، تتواصل الوسائط والوسائل، يتواصل الإعلام، ولكن حينما يدخل لا يجد عقلا فارغا، بل يجد أسرة قد ملأت هذا العقل بكمية كبيرة من التوجيهات والتعاليم. ولذلك نحن نلاحظ السبب ونفسر السبب الرئيسي الذي يجعل أعداء المسلمين يحاربون المناهج الإسلامية بطولة، ويقولون أنتم معاشر المسلمين تملؤون عقول الأطفال بكميات كبيرة من المناهج والمعلومات والمقررات وهم صغار أطفال لا يستوعبونها، ارحموهم دعوهم يعيشون طفولتهم. نحن لا نمنع أن يعيش الطفل طفولته، لكن لا نريد أن يسبقنا أحد إلى عقله أو أن يسرق الطفل من بين أيدينا وهو من بيننا. Children in Quran, what Allah says in the Quran, إن من أموالكم وأولادكم فتنة. In another verse, إن من أولادكم من أموالكم وأولادكم عدو لكم. So in Quran we see that children can be a ni'mah and bounty from Allah subhanahu wa ta'ala, and sometimes can be a problem for the family, a disaster for the family. So when we see our kids, we get happy, we get pleased. We see our personalities and the behavior of our children. So we plant in our children. We need to see good behavior and positive behavior in our children. Yes, children, they can be ni'mah and bounty from Allah subhanahu wa ta'ala if we work hard from the early age and continuous work. So before the media, social media, and other media devices, they catch them from us, we need to keep them with us. We need to work with them. So they are our coolness of our eyes. And so the same thing, the wife of Pharaoh, she said, this child, he can be the coolness of our eyes. So do not kill him. So Musa alayhi salam. So the children in some families, the children are stolen from our families. So we are not aware. We need to be paid full attention by these different devices, phone, iPad, or any other. So there is a child and a temple. The child was copying whatever had in the temple. So he was dancing because they watch and see what is going inside the temple. Yes, we have to communicate with the outside, but it has to be
positive communication with outside. We have to give our children positive and accurate information before we go, before they go outside. People who are not happy with our religion, they sometimes they criticize the curriculum, Islamic curriculum. They say, why you don't deal? Or why you don't give the child a proper opportunity to live his childhood life? We say, yes, we gave them, but we have our own principles, our own frame of life. وما دام الأمر كذلك فلا أظن أن أحدا يرضى أن يدخل البيت فيجد الطفل يصلي صلاة أو يصلي تصليب المسيح على صلاة، ولا أحد يرضى أن يدخل بيته ليجد طفلا أو ولدا يلعن الصحابة رضوان الله عليهم في البيت ويلعن أم المؤمنين عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف هذا وقع يوم أن أهمل بعض الناس أبناءه، فصار الجيل الثالث من أبناء المسلمين نسخة طبق الأصل ممن يعتقدون عقيدة التمييز، وصار بعض أبناء المسلمين ضحية بيوت فتحت على مصاريعها ليسمع أو ليسمع في البيت لعن الصحابة ولعن أبي بكر وعمر. من المسؤول عن ذلك؟ هل أكرمك الله بنعمة الزواج حتى تنجب لأمة الإسلام ولدا يقول إن الله ثالث ثلاثة؟ هل أنعم الله عليك بنعمة الزواج حتى تضيف إلى أمة المسلمين من يلعن الصحابة صباح مساء؟ يفعل ذلك ويقع ممن ينجب طفلا ثم لا يبالي بشيء إلا أن يعطيه الطعام والشراب واللباس والدواء، أما ما يتعلق بعقله فإنه بحسب الحظ إما أن يختطف منه أو أن يمجس أو يهود أو يلصص أو يرفض، ويقع له هذا بسبب الغفلة المبكرة في التلقين والكلام. أقول مرة أخرى يا أحبابي، لا تتهاونوا للتلقين. للأسف نحن أقنعنا كثيرا أن التلقين لا يصلح، التلقين لا يصلح، التلقين لا يصلح، حينما يقطع الطفل شوطا من السنين الأولى، لكن في السنين الأولى السنة الثانية والثالثة والرابعة لا بد من التلقين حتى لا نفاجأ بأن من أبنائنا من يكون عارا علينا. My brothers and sisters, and none of us wants to see cross on our child's neck in a Muslim family. None of us want to produce a child who swears on Sahaba, on Aisha radiallahu anha, on Abi Bakr and Umar and other. But unfortunately, this is what's happening with some Muslim families. They accept the Trinity, cross, and these Christianity beliefs within a Muslim family. Who is responsible for this? We provide clothes, food, drink, everything for the family, but no Islamic manners, no Islamic aqaid with them. Our parents within the family, they don't pay enough attention to the family. So the first years of the age for children, they are very important. We should pay a lot of time and give them input about akhlaq and aqeedah. نستطيع أن نجعل للطفل اختبارات بسيطة في كلمات يحفظها وأن نعطيه عليها هدايا حلوة جاهزة.
تستطيع أن نجعل الطفل يختلط بأطفال هم يتقنون هذا العمل فيكتسب الطفل منهم مثل هذه المعاني. نستطيع أن نعود الطفل على التكرار فنبدأ وهو يكمل ونجعله هو الذي يمارس هذا العمل يبدأ ونحن نكمل. الوقت قد لا يستوعب لتفاصيل الجزء الآخر المتعلق بالأسرة، ولكن هذا الجانب الذي هو التلقين المبكر والتخزين الكافي من جهة، والأمر الثاني احفظوا ولنحفظ سمع الأطفال وأبصارهم من الشجار والنقار والمشادات الكلامية بين الزوجين، فإنها زراعة العقد، زراعة الاكتئاب المبكر، زراعة الانحرافات النفسية، زراعة المشكلات السلوكية في وقت مبكر، ليكون لدى الأطفال استعداد لإعادة إنتاجها في وقت متأخر. ولذا إذا بيني وبين زوجك مشكلة حتى ولو بلغت ما بلغت لا أظهر تفاصيل الحوار والشجار إلا بمعزل عن الأطفال. البعض يضرب أمام الأطفال ويلعن أمام الأطفال ويشتم أمام الأطفال ويسب أمام الأطفال ويركض كأنه بطل مصارع أمام الأطفال. ماذا تتصور في هذه النفسية التي تصبح على هذه المشاعر؟ كذلك الأم حينما تتعامل بهذه الفوقية والتعالي مع زوجها، ماذا تتصور من البنت في هذا المستقبل؟ إذا أنا أركز على أمرين مهمين: تعاملنا مع بعضنا حينما يخرج عن إطار الأريحية والحب والمودة وفيه شيء من الغلظة والقسوة والمناقشات، إن كان ولا بد فليكن بعيدا عن أعين الأطفال. والجانب الأول هو ما سمعتموه، ألا نفتر ولا نقصر. أنا كنت أستغرب، زرت اليابان أكثر من مرة، وكنت أقول لأحد الإخوة من باكستان وهو داعية عاش في اليابان وتزوج امرأة يابانية، فأقول له إن أطفالك يتكلمون الأردو ويتكلمون الياباني جيدا. قال لأن أمهم في فترة الرضاع عندها هذا الحامل الذي يحمل الطفل ليكون صدر الطفل على صدرها وأنفاسها في أنفاسه، وهي في السوق أو في البيت أو في يعني في جميع المهمات داخل المنزل تتكلم معه، فنشأ هذا الطفل مستقبل لغتين ويتحدثهما مع والديه بطلاقة. بل ولو كان في البيت ثلاث لغات يستقبلها الطفل ويتكلم بكل سهولة. نحن نستهين بعقول هؤلاء الأطفال، والحقيقة أنها قبل أن تتكدر بهذه المؤثرات فهي تستوعب شيئا كثيرا. حتى إذا دخلت عقول الأطفال في أفلام الزومبي وأفلام الكرتون وأفلام الخيال وأفلام، بدأ العقل يصغر 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 حتى يخرج من الإبداع إلى الخرافة ولا يبدع. We need to give children like simple and easy exams or quiz, and when they pass it, so we need to give them prize and gifts. So we let our children to mix and communicate with other children, but with a certain frame and circumstances. Sometimes within the family there is sort of argument between husband and wife, which has a very, very bad effect on the children. And psychologically, the child will be affected. Throughout his life, he or she will be very damaged. So we need to, husband and wife, they need to live with the love and the happiness, especially if in front of the children. So the father shouldn't shout, shouldn't hit, shouldn't argue in front of his children. So this is expected
from the father, from the mother, and to there shouldn't be argument, but if it is needed, should be not in front of the children. So I visited Japan several times. I met a Pakistani brother who was married to a Japanese wife, and he had a child. This child spoke Urdu and Japanese very fluently. And I said, what is the reason? They said, because we, inside and outside the house, we speak with this child in Urdu and Japanese language. So he just picked up the languages. So even if the third language in the family, the child can pick the language very easily and quickly. So we need to give enough and positive information to the children from the early age of their life. وأخيراً أيها الأحبة أقولها بكل مرارة، ربما يكون الإنسان عقيماً خير له من أن ينجب أولاداً يحاسب عليهم يوم القيامة ويكونون عوناً لأعداء الإسلام والمسلمين. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة. اجعل كما أنت تصلي 5 مرات عبادة لله، اجعل تربيتك لأولادك عبادة لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغ، وفي حديث آخر: من كان له من هؤلاء البنات بنتين فرباهن وأدبهن وأحسن تأديبهن كن له سترا من النار يوم القيامة. أنت تصلي تريد الجنة وتريد النجاة من النار، تربية الأولاد من أسباب النجاة من النار، وتضيع هؤلاء من أسباب العذاب. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته. حتى إذا أنا أو أنت متنا وصلوا علينا انقطعت أعمالنا، نعم تنقطع، إلا أن يكون قد أعطينا تخزين وتربية جيدة لأولادنا، فإذا متنا عملنا باق في أولادنا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به. البعض إذا كان يعمل في الشركة 8 ساعات وهو فرح بهذه الوظيفة، لو قالت له الشركة: سوف نزيد ساعة إضافية على العمل، أو مع السلامة أخرج عن العمل، يقبل أم يرفض؟ يقبل، سيقبل 100%. طيب ماذا لو قلنا لك أو قالت لك الشركة: العمل 9 ساعات لكن الساعة 9 هي وظيفة في البيت، أن تجلس مع أولادك، أن تلقن أولادك، أن تقول لأولادك: أنت مسلم، أنت من أهل السنة والجماعة، أنت مسلم، القرآن تعلمه سور القرآن التي يستوعبها، أنت مسلم، المسلم لا يكذب، المسلم لا يغش، أنت مسلم، الله يراك، الله يسمعك، ستدخل في الجنة بإذن الله مع أبيك وأمك وجدتك وأهلك. الذي لا يطيع الله سيدخل النار، الذي يغش سوف يكون نربيهم على الخوف من النار والرغبة في الجنة والخشية. الله يرانا لو دخلنا في هذه الغرفة، الله يرانا، نحن نصوم لا نستطيع أن نأكل حتى لو دخلنا في الغرفة المظلمة، لأن الله يرانا، إن الله سميع بصير. غرس هذه العقائد منذ الطفولة تجعله يخاف من الله حينما يكون مراهقا شابا، تتفجر شهوته وطاقاته ونزواته أو عواطفه وغريزته، وهو يرى كل ما حوله من أسباب الانحراف والفساد، يقول: الله يسمع ويرى. هذه التربية تحفظه بإذن الله، وسببها إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا تلين إذا كانت من الخشب،
أسأل الله أن يصلح أولادنا وأولادكم وأن يحفظ أبناءنا وأبناءكم، كما أسأل الله أن يحفظ أبناء المسلمين في حلب وفي العراق وفي اليمن وفي سائر بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم ارفع الكربة عن أهلنا وإخواننا في الشام والعراق وفي سائر البلاد. اللهم آوي الشريد والطريد واجبر الكسير ومك الأسير، وارحم الموتى وتقبل الشهداء واشف المرضى وتكفل باليتامى والثكالى والأيامى يا ذا الجلال والإكرام. شكرا لكم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Finally, my brothers and sisters, although it is very difficult to say this, if somebody produces children with wrong behavior, wrong akhlaq, it's better to be without children. Without producing a child or living without a child, it is with, so it is better to produce always good children. If you live without a child, so that's much, much better with his peace of mind. So Allah subhanahu wa ta'ala says, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." So protect yourselves and your family and your children from the hellfire. Looking after the children, giving the Islam's behavior and akhlaq, this is ibadah. This is a form of worship. We have to make proper intention and niyyah, that is a worship. So the Shaykh mentioned a couple of hadith. If somebody raises a couple of girls and girls, so these girls will take into Jannah bidin Allah. So al-walad al-salih is a charity. Yes, even after we die, so and we produce and leave salih and children with piety. These are the good deeds for us. So when we come back from our work and our family, we need to sit with our children. We need to teach them Quran. We need to teach them hadith. We need to say them, we need to tell them, you're a Muslim. Allah watches you. You have to say truth. Keep away from lie. And always be good to your neighbors. Be good to your everywhere. So when a child grows with this sort of aqeedah and akhlaq, and then he sees the environment, people are astray, go away from the path of Allah subhanahu wa ta'ala, the child is not affected because he has already has strong information, accurate information. So the tarbiyah islamiyah, it is very important in the early ages of a child. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to make my children, our children, and your children on the straight path. And I ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect our Muslim brothers and sisters in Syria and Iraq and all the Islamic world. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.